يا إمام علي شو ها؟ هاي كل عالم؟ جايب معي سيجار تايم ما في غيره. ما شاء الله عليكم ما تكون ساهل ما بيرويكم. سيدنا البطرك أنا بعتذر على اللي عم أقوله، هذا كله مازح. ولكل مرافقين القوات بدي أقول له شهيد الحكيم، أنا معي بطاقة الأرز بدي أعطوني إياها، اللي بيحكي معي دغري حطلع هاي بوجهه. ماشي؟ صار عندي شقفة أرض ها. قالوا لي الماتر ب 350 دولار 400 دولار. بشيل ب 500 الهود الأربع أمتار شو؟ لأنه مشوار والله، أنا يعني مش حفرط بالأرز لو شو ما صار. وكثير انبسطت إنه صار عندي أرزي ها. بس مشوار لحتى أقطع، يعني بدي أنزل كل هاي النزلة لحتى أرجع أطلع لهون، وأنا ضايقتي هون فشخ. يعني هاول رفقاتي اللي تعرفت عليهم هون ما بيأثر، بشوفهم بس بالصيف. بس الشجرة اللي زرعتها إذا بدي أسقيها بالشتي والثالث مسكر الطريق، أنا يا حكيم كيف بجي؟ فيكم تفتحوا هالنفق ووعد شرف بزرع لك كل هالجبل حشيش؟ وهيك بنصير مع بعض إخوة. عسيرة النفق هذا اللي هون، أنا ضيعت دار الواسعة، يعني ضربة حجر. ما في الا واحد في شكله شيعي هذا. ضيعتي كثير حلوه، اسمها دار الواسعه بتساع الكل. فيها شجر وفيها شلال، فيها طرقات حلوه وفيها ناس حلوين، بس نصهم طليب. لا مش نصهم، لا مش كلهم، لا بلي كلهم. يلا ليش الواحد بيصير مطلوب عنا بالضيعة؟ لأنه بيزرع حشيشة، أو لأنه بيقوص لما يجي صبي. كل واحد بينبسط بس يجي ولد أم بيقوص له، صح ولا لا؟ هلأ إذا ما كانت ميسرة معه لما نخلق هذا الصبي، بينطر له 3-4 سنين لحتى يصير معه قرشين، وبيقوص له بس يتطهر، فكل الميلاد حينطلق. لا أنا مطهر بس بي ميت. وإذا أجت وبانت كمان رح ينطلب، لأنه إذا سقطت بالبرفاحة أوصى بأجرها. عشان هيك نحن بيعدنا عن القواسات، وأني الحمد لله ماني مطلوب. ركينا شوي على الزراعة البديلة. زراعة البديلة هي يلي بيقولوا عنا زعفران. وفي بس الله وإيران بيزرع زعفران. معلش لنسلم جدل معهم وبنزرع زعفران. طب نحن عنا ساهل 45% من مساحة البقاع، مزبوط ولا لا؟ اوكي، لأنه أنا قلت هيك كبيت شلف. 45% من مساحة ساهل البقاع صالحة للزراعة. طيب ليش لحتى نزرعها قامح؟ في ناس كتير على فكرة هي ما بتاكل قامح، جلوتين فري يعني. والله نقلوني اياها تحت. كوبي بيست. سهل طويل عريض بيزرعوا قامح. شوال القامح حلقات ب 300 ليرة. تنكة الحشيشة هالقد ب 400 دولار. أنا ما رح أقول شيء حكيم. شوف بتنقوا قمح ولا حشيش؟ في تحرية بالصالة؟ والله لا يكيف عليكم الرومي كلكم. ليش لحتى نزرع قمح بدل عنا هاي النبتة؟ هاي النبتة بيقولوا هو إنه بترول بس انه بينزرع. ما بعرف هيك بقول. القوات كانت اول من قدم. مش بترول، اقتراح. انت صار من 6 سنين عم يفتشوا على البترول، بعد ما فتشوا علي. وامي ناطره معبيه الجلنات نازله حتى تعرف. يا عم البترول هذا بالاسطر بياخذوه لهونيك. تقول لي غاز شو ما كان، المهم جايب. تبقى انت قاعد ناطر على الشط. يلا هلا بيش دور.
تحيح من الشامس. يلا زعفران بكلف قد اللي ميت من الجوع بالبقاع، معاشه كل السنة ليزرع يمكن دولومين، هو أصلا بيكون ضامنهم يعني، وبيحسبوك على السيجارة. شو هاد الشغل؟ أنا على فكرة عم بحكي عن الحشيشة، عن مش الدخان، عم بحكي عن اللي الكنب الهندي هذا اللي بيعملوا منه. شو بكون زعلته؟ لا، عن الدخان، عن الدخان دخنه. عشان ما ننطلب ونصير مطليب، قلنا بننزل على بيروت، بنكون مثلنا مثل أهل بيروت تحت. هلا لتنزل على بيروت وتكون مثلهم لازم تحكي مثلهم، يعني ما لازم تقول أنا، تقول أنا. لازم تلبس هذا الشميز وتفتح القميص تبعك ويبين شعرات صدرك من هون. هلا انا سفا عندي شعرتين بس انه، ولازم كمان تشلح كلسون العصب يعني مثلي انا هلا، ها، وتلبس بوكسر وضلك توطي وتعلي ليبين ان انت لابس بوكسر. قمت دوات ورجعت طلعت على الضيعة وعم نزرع حشيش وعم ننطلق. بدي بس اطمن على رزقي لاني عملت اغنية وسميت حالي عصفور الطرب. بدي اسمع منكم بس، يعني لما نقول اني راسي انتوا بتقولوا شو بتقولوا؟ لا هذا ما بعلبك، شو بكم؟ بعلبك اقوى بدتكم. شو اول كلمة؟ واني راسي نو. حنرجع نعيد مع بعض. لك اني راسي واللي بيزعلك بمحيني. هذا اللي ورا دفع حق التكت. حسوا اكثر واحد مبسوط فيكم كلكم، شكله جايب بلاش. شكرا كثير لكم على الدعوه الحلوه، وشكرا كثير على الشجره اللي اعطيتونا اياها تكون نحن عم نهتم فيها. بوعدكم واعترف انه ما رح نفرط فيها ابدا. انتم مشوا الارض ونحن نمشي الحشيش. And now, ladies and gentlemen, please welcome. ما بعرف شو هي زقفه كبيره بالانجلش، بزقفه كبيره in English.